استطلعت كاميرا طيبة عددا من المواطنين حول الموقف بولاية الخرطوم جراء هطول الأمطار والسيول. من الحكومات السابقة دي أخطاء، لأنه الصرف الصحي ما في أصلا، يعني الصرف ما في المويه دي، يعني مفترض لو في صرف ما تعمل 4 ولا 5 يوم، يعني واصل المطره مين ما صبت لها 4 يوم، ودي اليوم الخامس، يعني المويه دي المفروض تكون مجت، دي حتسبب بعوض وحتسبب امراض للناس. والمويه دي جاء منهدره من منطقه بعيده، يعني ما مويه مطر بس، يعني جاي منهدره من مناطق بعيده، يعني من من من, من, من المزارع، من الراجع، من هدره، فالمويه دي يعني بيصرعها كده مويه ما حاجه بتقول الانسان. ما بتعمل اذعاف، يعني تجيب شفاطات تشفط المويه دي تشوف علاج، يعني في حلول. عندنا هنا نحن ناس جنوب الحزام، المنطقة دي من هنا من مستشفى بشاير، وانت ماشي جنوبا كده دي كلها تسمى جنوب الحزام بما فيها آية حسين ومايو وأطراف مايو لغاية التعويضات، دي كلها آية حسين جنوب الحزام. طبعا نحن مضررين، يعني ضرر كبير جدا جدا من الموية. أول حاجة مصارف تعبانة صفر، ما في مصرف يتنظف قبل الخريف، أي استعدادات للخريف ما فيش. نحن يعني بنعاني معاناة ما عادية. السبب الأمطار والسيول. ما في تصريف وما في ناس مهمين بالتصريفات، كل حاجة يعني ما في حاجة.